اهلا ابو شاد. احنا مش جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عروس امان. بس الواجب واجب. يسلموا ايديك. سايقين بعدنا عم نوزع المكاتيب، بعدلنا بس 340 مكتوب. ابوك حكى لنا انه عم بفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ اها. لا. في مستشفيات كثير منيحه هون. انا اركيتكت. يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه. انت بتعرف ابو رامي. ضلوا يحكي عنا، كثير رافع راسه فيك.